في مشروبات كتيرة جدا بتساعد على الحالة النفسية جامدة جدا، زي الزهور، زهور البابونج، زهور اللافندر، زهور الريحان، الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا عشان نستفاد بيها، وخلاك صديقة للجهاز الهضمي بشكل جميل جدا. يعني هناخدها بقى النهارده بالتفصيل، بابونج واللافندر بالذات، وكده نخش على بعض الحاجات الثانيه. بنكتفي بالزهور بان احنا نشم ريحتها دكتور حاتم؟ شم، لكن حضرتك كده بتجنبها. شم الريحه ده مفيد. طب دي افاده بس، حضرتك ما توقفش عندها، ده انت حضرتك بتكمل حاجه ثانيه. بيستمع ممكن بقى نستخدمها كمثلا مشروبات. يعني مثلا اقول لك كمشروبات البابونج او الكاموميل، دي حاجه موجوده بس احنا مش مهتمين بيها. ده اولا صديق الجهاز الهضمي زي ما اتفقنا، من الحاجات اللي بتعالج الصداع نتيجه الام الرقبه او نتيجه الام الكتف مع الاستخدام اليومي، بيجيب نتيجة هائلة جدا، يعتبر إضرار طبيعي وملاين طبيعي للجسم، من حاجات خطيرة جدا للجهاز الهضمي، مطهر بشكل عام لجسمنا، بيدي نضارة للجسم بشكل كويس أو نتيجة على طول استخدامه البابونج بالذات. لو عايز بقى أعمل حاجة مهدئة وأنا بعمل دايت وضغط عصبي و حط البابونج مع اللافندر، يبقى أنا حطيت نوعين ظهور الاثنين يا فندم، البابونج مع اللافندر، فأدى إلى استرخاء الجهاز العصبي بجسمي. كويس أوي. طول ما أنا جسمي مسترخي وعضلاتي مسترخية واخدة شكلها الطبيعي، طول ما أنا ماشي في مسار الصح، بعمل برمجة جسمي جديدة،